رجعنا مع عبد اللي شو تايم. كما شفت عملنا اون بتيت بوز باش نبدلوا جو. الحقيقه سكتش اللي اخترناه يكون موجود مع اكس رئيس الحكومه كما نقولوا نحن، عنده معنى لانه اليوم سي كيلكو بار انديريكتومون بوليتيك، معناها مش انديريكتومون، هذا بوليتيك. اول حاجه معناتها هذايا اشرف، انا ريتو كما راوه التوانس الكل تفرج في نفس الحكايات كيفنا؟ لا نتفرج كي نلقى حاجه تشدني، بل شفته يمكن اكثر من مره، معناتها الفيديو بتاعه هذيك اللي ضربت الاولانيه شفته مرتين ولا ثلاثه مرات، دلعوا بطيخ لانه معناتها وحده من الشارع. داير انا حبيت نساله هل هي مفبركه الحكايه ولا غيالمون كان متعدي وواحد مد له ميكرو وحكاها هكاكا. على كل حال دون تولي كا معناتها فما ابداع وفما من عاش المره الاولى هذه يجي كيما هكايا، وفما بوكو دو سبونتانيتي، وفما برشا سياسه من الشارع خارجه يعبر بلوغته، هو يعبر على الوضع نتاع البلاد، فيها نظره تشاؤميه كبيره ان شاء الله تتبدل. ما نحبش هكاك شباب تونس اللي انا حاسس بهم. هذا يتسمى اليوم نظفنا ونحينا 90% من التشاؤم، لان اليوم الشباب هاو الشباب هنا هاو الجمهور هاو من اللي قالوا برا احكي معاهم تشوف. لا 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 انا نحكي معاهم من اللي قالوا في الفيديو، قلت لك علاش سمعته، لانه نحسوا فما يأس يعبر. مش التشاؤم يأس. انا من الحمله الانتخاب الرئاسيه نتاعي انا عملتها شديت في فكره، كل مره نعاود نقول عندنا قنبله موقوته المليون شاب اللي بين ال 15 و 29 سنه اللي لا يقرا لا يخدم. راهم العباد هذوما عرضه لكل شيء، فما شكون يسلكها كيما هذا وربي هكا حب اللي اعطاه الفيديو هذاك وهكا انت يعطيك الصحه قبلته، وفما يمكن مئات المئات اللي هما يذيعوا. وعلى كل حال ان شاء الله ربي يوفقوا في هالمسار الجديد وان شاء الله يتنحى التشاؤم هذايا. هل قيس سعيد اليوم مش نحطك في وضع حرج جدا وقف مع الياس؟ قيس سعيد بالنسبة للرئيس الجمهورية وقف من موقعه كرئيس الجمهورية، لأنه ما ينجمش يمشي أكثر من هكاكة. رئيس الجمهورية يمكن أكثر إنسان فاهم الحكاية هذه، ويمكن من أكثر إنسان لأنه حكينا مع بعضنا فاهم كل اللي زاكتور ديما هو يلبح، أما فاهم التصويرة عنده واضحة لكل اللي باش في باله. هما ذكيين على علينا وذكيين على رئيس الحكومة وذكيين على رئيس الجمهورية، يعني ينجموا ويأثروا ساعات يربحوا ساعات يخسروا، خسروا ساعات يربحوا ساعات يخسروا. هاو كلكو بار من 2000 أنا من موقعي نقول ذكي من 2010 هما يحاولوا كل مرة يفشلوا وكان يفشلوا. هاو خرجوك خرجوني أنا ما ربحوش حاجة جديدة، ما جابوش حاجة كما يحبوها هما. ما زالت التوانسة ينتخبوا قيس سعيد نسألك وما زالوا التوانسة باش نزيد نسألك سؤال بألفاظ مش سوقية، ألفاظ يعني تاعنا حتى أنت ممكن عامية. الشعب. هل أنت كعبرتها لهم ولا كعبروها لك؟ خل كمل لك في هذه كعبروها لي. قال كعبروها لي، قيدوا لي للتاريخ. لا استنى واحد ما يزموش ينكر ناس كعبروها لك، لكن أنت بعد عملت لهم كعبورة أنك كيفاش ما خليتهمش يعملوا لائحة لوم عليك باش ما يفكوش الحكم من قيس سعيد؟ بيان سور هي هما احنا انا اللي كنت متنبه له اللي هي لائحة اللوم جايه لا محاله، ما دامني مواصل في الثنيه نتاعي اللي اخترتها لتونس، ما اخترتهاش لروحي، كان اخترتها لروحي راني ما زلت رئيس حكومه، اما اخترتها لتونس، قلت هذه الثنيه اللي يلزمها لتونس. وانا في بالي اللي لائحه اللوم جايه لانهم عندهم اغلبيه، تبدا عندك اغلبيه تنجم تعمل لائحه اللوم. معنى عارف روحك ما نعرفش فانا صيغه بهذه بتضارب المصالح باش يجبدوها بحكايه اخرى، ما نعرفش شنو هو اللي باش يجبدوها وهم يلوجوا. تبع تو انت تبع الفتله بالكدا مع الرئيس، هاكا كل مره يلوجوا له في حاجه. يحبوا يطيحوا قيس؟ يحبوا على كل حال يحبوا يقلبوا عليه الراي العام. سمحني. فما عملية متاع تقليب الرأي العام ممنهجة صباحا مساء ويوم الأحد. أنا قاوى الثغرة هذه وبصحتهم كما يقولوا، لكن تعبيرتك جات من بعد أنك اليوم قدمت استقال شوية. دونك هما خلقوا المناخ هذاك، قلت لك خلقوا المناخ من أجل أنه لائحة لوم تجي في إطار أنه الشعب التونسي يقول أبخي تو هذا عنده تضارب مصالح ولا عنده فساد، وبدأت جوقة كاملة تتكلم كل واحد يقول، ويزادوا على بعضهم، واحد تهرب ضريبي والآخر غسيل أموال ومزايدة والآخر 44 والآخر 100 مليار، بل فما نائب قال 2200 مليار.
زيد احسب انت نوعا ما. انا قلت نستنى فيها انه مش يقدموا لائحه لهم، نتبع في المشهد وفما شكون يتبع، وانا حاطط الاستقاله حالما ارى انه فما امكانيه تقديم لائحه لهم نقدم الاستقاله. اي انت في التكعبيره هذيا ورده فعل نتاعك فما برشا عباد تخلقوا منها، لانه عولات عندك كي الناس اعتبروها رده فعل انتقاميه. خرجت فوقي شوقي الطبيب مثلا من هيئه كفاحه الفساد، وخرجت وزراء النهضه الكل. لا شوف، من الحكومة مش كي بعضهم، مش كي بعضهم. وزراء النهضة في إطار وزراء النهضة اللي هي داير بدعة تونسية، وبالكش سيتون بخوميير في العالم، ما نعرفش أنه حزب يكون في حكومة يقدم بها لائحة له، فما فماش راهو في العالم يقدم بالوزراء نتاعو، يقدم بالوزراء، يقدم بحكومته، بل يقدم بالحكومة اللي عنده فيها أكثر وزراء. هذا كان يجي القايل أنا نحط بقعتي في بقعة وزير من النهضة، حزبه يقدم به لائحة له، يقدم به لائحة له. دونك ما تنجمش، معناتها هي الكل العمليه ما احنا في العبث برا يا سيدي، ما يسالش. بس قدموا لائحه لهم، كان جات عندهم مينيموم، انا قلت انهم يسحبوا وزرتهم هكا العادي، يسحبوا وزرتهم، يقولوا هالحكومه هذه ما عادش تعنيني، ولصقها برا في تضارب المصالح ولا في اللي تحب انت، ما عادش تعنيني، انا عندي ائتلافي مع قلب تونس ومع ائتلاف الكرامه، الحكومه هذه ما عادش تعنيني، باش تزبد وزرتي، ومن بعد يقدموا لائحه لهم. هذا اما هذا يقدم لائحه لهم ويحب يحط الوزراء نتاعه، قلت لهم ماشي، كونوا كويرون مع رواحكم، قدمتوا لائحه لهم الوزراء نتاعكم ينسحبوا، ما ينسحبوش بخاطرهم خرجتهم انا، وهذا العادي معناتها، اللي من اجل ان الحكومه تواصل في وزاره الصحه قاتل بس وزير وقت نحن في امس الحاجه لوزير، لوزير خدم. ما وزاره الصحه ما تختزلش في وزير، وزاره الصحه تختزل في كل الوزارة بمديرها العامين، الوزير ما قللش من مسؤوليته. لكن تألق الوزير هذا يا سيليس، تألقوا العباد الكل ساهم بشكل كبير، وزير الصحة احنا منظومة كاملة حطيناها فيها وزارة الصحة وفيها هيئات، وهيئة مجابهة الكورونا وهيئات محلية في الجهات وهيئة عليا وقاعة عمليات وهيئة ولجنة علمية، يعني الدولة الكل عاودنا بريسك اون لا غوبونسي لمجابهة الكورونا في المرحلة الأولانية، وتحطت كل شيء الأمور وخدم سي عبد اللطيف المكي ويعطي صح خدم وكان عاطي أكثر من قلبه، وكل الوزراء اللي تحمست، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التكنولوجيا، راهو كل وزارة الداخلية، كل الوزراء تحمست، بل وزارة الصحة كانت تتحضر في روحها لأنه ما جاتهاش، احنا كنا خايفين أنه يجيوها برشا مرضى ونحضروا فيها، وقامت باللي يلزمها تقوم به. وعلى كل حال الوزارة ما قعدتش فارغة، أما فما مسؤولية في البلاد، المسؤولية الكبيرة الفلوس. ترجع لحركة النهضة اللي ترجعوا للأطراف اللي تآمرت على الحكومة اللي هما الفلوس في الوضع هذا، بعد كان فما واحد يتحمل المسؤولية هو العباد اللي احنا في وضع معناتها خنقة اقتصادية مالية اجتماعية، العالم كله في واحد وضعية صحية، اون تروف معناتها لو لوكس باش نطيحوا حكومة عمرها أربع شهور اللي الشعب التونسي راضي عليها، والشعب التونسي أعطاه فيها ثقة، راهو ترجيع الثقة بين الدولة والشعب حاجة سيتون الشيمي، حاجة ما عشناهاش برشا مرات، عشناها ثلاثة ولا أربع مرات. وقت اللي احنا فكلوا كان الشعب يسالش لأنه أعطانا لينا ثقته، وقال لنا يلا احميونا من الكورونا، ورا اللي احنا حميناه وما نسيناش الزوالي وما نسيناش العباد اللي عنده شركات وجبناله والسميد، قال هالحكومة هذه نجم نعطي فيها ثقة، كنا نجموا نبنيو. جل للأسف فما شكون قالوا لا الحكومة هذه تمشي على روحها. الفلوس اللي تعطات بالملايين ظهر لي، والتبرعات اللي صارت للكورونا برشا فلوس، برشا فلوس، وينهم؟ لا الفلوس وبورتو ما جاتش كورونا كبيره باش تصرفت الفلوس هذيك الكل. لا شوف الفلوس زوز انواع، فما الفلوس اللي جاو لميزانيه الدوله، وفما الاعانات اللي جاو للصندوق 18 أي. تحكي عليهم الزوز ولا تحكي على الزوز؟ شوف الفلوس اللي جات للدوله من الاول، الدوله مبرمجه في ميزانيتها انه هي تمشي تاخذ قروض في العالم ب 8000 مليار، معناتها قروض. كي جات الكورونا 8000 مليار هذوكم في عوض كانوا باش يتعطاو خروج على الاسواق واف اي بي وغيره، تعطاو في شكل مش اعانات، في شكل قروض. اما هذوكم سكرنا فيهم من اجل انه نخلصوا الاجور وغيره ك 8000 مليار، واحنا ما زلنا حاشتنا ب 15000 مليار، لانه النقص اللي صار لنا في المداخيل الجبائيه جراء انه البلاد تسكرت وجراء انه الوضعيه الاقتصاديه، كنا حاشتنا معناتها 8 من الخارج، حاشتنا الكل في الكل ب 11، ولينا حاشتها ب 15، كنا حاشتها ب 8 بالخارج، ولينا حاشتها ب 11 ولا 12 من الخارج، وكل ما هزيناه فلوس
ما زلنا ما خلطناش انه نسكروا ستا. انا خرجت على اساس انه في الاخر بريسك وصلنا انه نعملوا تعبئه من اجل انه نسكروا ميزانيه الدوله نتاع 2020 2021، ما زلنا نكسروا في راسنا عليه. وبالنسبه ل 18 18، عملنا برشا مرات بلاغات الفلوس هذه قداش لمينا وقداش صرفناهم وكلهم حطيناهم في مجال الصحه. وين الصحه؟ راني الدرنيير مو في الرابطه في شارل نيكول في الدنيا 200 مليون وفي السبيطارات وضع متردي وعباد ملوحه في القاعه. ماهوش 200 مليون دينار اللي بيشد وضعيه الصحه اللي هي وضعيه الصحه العموميه وضعيه كارثيه. واحنا كحكومه لانه احنا عملنا برنامج حطيناها من السبعه اولويات الكبرى نتاع البلاد، الصحة العمومية. احنا كنا في وضع صعيب ياسر، الصحة العمومية كانت متهرية، عرفناها تو، عرفناها تو، وعرفنا زاد شكون يمشي للصحة العمومية. ما يمشي بلاش العباد اللي عنده فلوس، يمشي للمزمر اللي يجي برونديفو بالسيف بعد ثلاثة ولا أربعة أشهر ويجي من ولاية داخلية ويتبهذل. على الأقل الكورونا عرات هالوضعية التعيسة اللي عايشينها. تعتبر أنه البيلون تاعك بوزيتيف؟ مش نقيم يقيموه التوانسه وينجموا بعد يقيموا ويقارنوا وقت اللي يرجع الهدوء وتتفهم الحكايه هذيا نتاع الشيطه اللي صارت. احنا جاتنا حاجتين، احنا كنا مدعيين بحاجتين. حاجه الاولى انه فك الظرف اللي الناس العالم الكل ما كانش مستعد اجابه، وكل بلاد وفما بلدان كبرى حارت واحنا وحدنا وهكاك بامكانياتنا وبشعبنا وبادارتنا وبكل الحمد لله خرجنا منها في ثلاثة اشهر، تحدينا للوضع هذايا. وكانت عندنا الحاجه الثانيه انه الاولويات نرجع قبل الناس الكل، ورجعنا اقتصادنا نسبيا، عاودنا حلينا معناتها الحجر الصحي الموجه وغيره، وانه نعملوا خطه انقاذ. وعملنا خطه انقاذ خدمنا عليها وقت اللي احنا نخدموا على خطه الانقاذ، بديناها نهار 8 ماي وعلى اساس انه نهار 25 جوان تبدا حاضره واجتماعات. احنا نخدموا على خطه الانقاذ وكيفاش باش نعاودوا الاقتصاد ونرجعوه وكيفاش باش نواصلوا نتحضروا الدوزيام فاغ هذه نتاع الكورونا والوضعيه الاجتماعيه التعيسه اللي لقيناها كيفاش تعاملوا معها. دوزيام فاغ نتاع المتآمرين اللي حكينا عليهم هما كان عندهم اجنده واحده اخرى، اجنده انه يطيحوا الحكومه على هدف وما وصلوش الهدف. دوزيام فاغ انهم هما يجيو هما للحكم. دوزيام فاغ العباد تحملك مسؤوليتها. يجيبوا واحد دوزيام فاغ شكون اللي يحمل؟ الشعب الناس يقول لك حلوا لنا الحدود، طمعوا في السياحه، لا جاتهم لا سياحه لا رباحه. زيد الشعب يقول لك الفلوس وين؟ فلوس التبرعات، السبيطارات ما تحسنتش. فلوس تبرعات بل انا اطلب من وزير الماليه ويظل يخرج وزير الماليه ولا وزير الصحه الحالي انه يعطي المعطيات كل جمعه جمعتين يقول هام الفلوس فاش قاعدين يتصرفوا. يقولوا اليوم ما تحسن شيء في السبيطارات. لا ما تحسن حتى شيء، ما تحسن ماهوش بال 200 مليون دينار باش تحسن. احنا كنا باش نشيلوا دي زومبيلونس وقلت لك حطينا كل شيء اللي باش نعملوه. معناتها انت فما حوايج اللي كانت ظرفيه نتاع ستوك نتاع دوايات نتاع واحد، وفما حوايج اللي هي هيكليه جزء صغير من اجل انه نحسنوا بعض الظروف في الجهات. اما مش 200 مليون دينار باش نبدلوا اليوم وضعيه صحه متهريه. تحميل المسؤوليه احنا حلينا الحدود كما حلوا الناس الكل وحاولنا نحطوا الحمايه. وعلى كل حال الى حد اليوم الامور بالكش نسبيا قاعده تفلت، اما حتى لين اللي خرجت احنا عندنا من اضعف المؤشرات. احنا عندنا 30 مره اقل عدد الضحايا من فرنسا واليوم وايطاليا والمانيا حتى لتو. اليوم الحكومه هذه ان شاء الله ان شاء الله تواصل، تحسها ماشيه في ثنيه باهيه، عندك امل معاها بالتركيبه نتاعها بالشيء اللي قاعد تقول فيه بالماضي؟ هل هذه حكومه اليوم قويه؟ مشيش قويه اليوم؟ انا قلت له باش يفارع هذم. شوف سي هشام اول حاجه كان معايا وزير داخليه وتحدثنا برشا، سواء في الفتره اللي صارت فيها عمليه الشيطنه ولا حتى وقت اللي هو شك في الحكومه تلاقينا مرتين ولا ثلاثه. معناتها وضعيته صعيبه، وضعيته صعيبة جدا، لأنه هو بيده مستقل ما عندوش حزام وراه، ما عندوش كتلة برلمانية باش يقعدوا العباد يفرضوا عليه أنه يززي العباد الكل. مستحيل، معناتها ما هوش باش ينجم، باش هو باش يعطي باش يزيد واعطيني ما هيش تشوفه اعطيني سبيلي. هو موقفه اليوم عنده نفس الموقف كيفك ضد ال لا ما هوش فرد الثنيه القروي وضد المافيا. لا 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 من الاول من الاول وكان نازيه. والحقيقه ما هوش باش في الثنيه هذه ماشي، انه الحكومه باش يعمل حكومته واللي يحب يدعمها يدعمها، انه ياخذ برايهم ياخذ بال ما كانتش تاع عمليه ياخذ سياسيه ياخذ بخاطر المافيا ياخذ بخاطر العباد اللي عندها ياخذ بخاطر المافيا عندها وزن فيها عندها وزن مش ياخذ بخاطر المافيا اللي عندها وزن في البرلمان ياخذ بخاطرها. الاخر ما زلت نتبع ما زلت نشوف وكان الراي ياخذ بخاطر القروي كان انه ياخذ بخاطر القروي بيان سور ياخذ بخاطر القروي ياخذ الى اي مدى
اذا في اطار المحدود وربي ان شاء الله يوفقوا باش ما يمشيش اكثر، لانه كل ما تعطي باش يزيدوا يقولوا لك اعطيني، تسمي لهم موالي يقول لك سمي لي اربع معتمدين، قول لهم ماذا بهم تسكر لهم قضايا، ماذا بهم تتدخل في القضاء، ماذا بهم هكا يخدموا يخدموا مع كل شيء كناطريه، يخدموا مع الكناطريه ما عندهم حتى مشكله، ما دام يمول ويعطيه الفلوس يخدم كناطريه عباد عنده اصحاب نفوذ ومال، لانه يعني انا كلمه رجال اعمال الحقيقه تحط العباد الكل في نفس الشكاره، فما رجال اعمال وطنيين ربي يعلم بهم مش قاعدين يعملوا باش يستثمروا باش يجيبوا، وما فما برشا عباد اللي هو قاعد بحلالك بحرامك بالريع متكي على الدوله ياخذ في الامتيازات من عند الدوله، وهذوما مش مستعدين انك تصلح، ما مش يخليوك، هذوما كلهم يتخبيوا ما يدخلوش هما، هذوما يتخبيوا ورا سياسيين، نبيل القروي واجه الجزء كبير من جماعه هذوما كناطري، فيهم انواع الكل، فيهم العباد اللي عندها نفوذ، فيهم العباد اللي عندها نفوذ، وفيهم من الداخل وفيهم من الخارج، واجهه الى اصحاب مصالح، وان شاء الله انتوما الاعلاميين النزهاء يحلوا الكتاب هذايا شويه، مانيش قاعدين نشوفه. مش قاعدين نشوفوا كيما نحلموا حكيت على الداخل سيلياس وقاعد حكيت تلمحت على الداخل وعطيت اسامي ولكن وفهمنا، لكن زاد قاعد تلمح تو اللي تلمح على الخارج، فما تدخل من الخارج، فما بيان سور فما اجندات في الجهه ما تخفى على حتى حد، فما اجندات، فما شكون ماهيش التجربه الديمقراطيه في بلاد في المنطقه نتاعنا ماهيش بساعدتها، اذا ما توقف ما نعملوش استثناء في العالم العربي انه حياه ديمقراطيه وانه الشعب يختار من يمثله مش عباد مفروضه على الشعب نتاعها. معناها اونيت موفيز اكزامبل بالنسبه لنا. اونيت موفيز اكزامبل، دونك فما شكون يحب يوقف الحكايه هذيا، فما شكون يحب يكون عنده نفوذ في المنطقه نتاعنا على البترول وعلى ليبيا وعلى غيره. فما احزاب تخدم في الاجندات هذه. وفما عباد فما احزاب تخدم وزعماء تاع احزاب تخدم وهي اللي عندها اش قاعده تخدم، وبالكش فما مناضلين ما في بالهمش حتى التصويره هذيا ما عندهمش ما يشوفوهاش، كما تعرف البوزل يشوف منها ثلاثه ولا اربع حويجات وهذوما يقول لك لا خطر النهضه وهذه تخمينات ولا معلومات، لا هذوما تحليل سياسي سهل، هذا تحليل سياسي سهل، انت ما تخدمش بالتحليل السياسي كي كنت رئيس، انت تخدم بالمعلومات، لا كنا نجابه فيهم كل المعلومات، احنا كي راهو تدخل حتى من بلدان يحبوا يدخلونا عناصر نتاع مخابرات طردناهم من البلاد، كنا صار نخدم. هذا؟ اي بيان سور صار، بيان سور صار في وقتي، احنا كل صار احنا في نحمي وقتك المخابرات اي بيان سور بصفتهم شنو ما دخلوا؟ بصفتهم يدخلوا على اساس انهم عباد جايين لتونس ونفيقوا بهم وعندنا اي جايين شنو توريست جايين يستثمروا جايين يستثمروا جايين يزوروا تونس جايين قراب السفاره من السفارات على انهم اساس هذوما عباد باش يكونوا في الجهه نتاعنا، واحنا نتبعوا وساعات خالطين وساعات مانيش خالطين، وكل مره واللي حاجه تنجم تضر من استقرار بلادنا وكل ما حاجه تنجم تضر من سياده بلادنا على ارضها، وقاعدين يتوغلوا نوقفوه، احنا معنا حتى جنده راه فما الجنده الوحيده هي جنده وطنيه. استنتاجاتك خلاصاتك بعد ما بعد التجربه هذه شفهمت منها، بعد ما شديت رئيس حكومه شنو ما الاسئله اللي خرجت بها برابور مستقبل البلاد اللي صار لك اليوم وانت ما زلت فيه؟ فما حاجه سالتني عليها على شوقي طبيب وما جاوبتش عليها. شوقي الطبيب حسيتها قاعد في قلبك. لا بادي تو، لا خاطرك سالتني وما جاوبتكش. جاوبت على النهضه ما جاوبتش على شوقي الطبيب. سالتني عليهم الزوز بديت لك بالنهضه ومن بعد تعدينا الحكايه اخرى، وباش ما نقولش اللي انا متهرب من الحقيقه، معناتها ما يقولوش اللي انا كانك عمليه انتقاميه شوقي الطبيب. انا ريت وبعد ما تحريت انه شوقي الطبيب كان يمثل خطر على تونس، خذاه هيئه اللي حلمنا انه نعملوا هيئه تكافح الفساد، واحنا شوقي الطبيب خطر على تونس اللي هو يحارب في الفساد؟ لا ما يحارب في حد شيء، عمل خلق بالهيئه هذه معناتها عمليه موازيه للدوله، قضاء وكل شيء مختزله مش في الهيئه، لانه حتى الهيئه اختصبها الهيئة. هذا كل خاطر ما جاش معاك؟ لا بادي تو، انا داير وقت اللي هو يقدم في المعلومات وكل شيء ما مسيتوش، انا عملت قرار اخر قرار خذيته من اجل تونس، كي راه خور صاير في بقعه وانا في البقعه المسؤوليه هذيك باش نمدع، قلت لك مازلنا واقفين، مازالت معركه، عباد تحب تخطط وعباد اخرى تحب تصلح، انا جيت في بقعه اللي مازال عندي امكانيه التصليح، هذه احنا حجم القضايا اللي جات والشكايات اللي جات بشوقي الطبيب اللي هذا يحفظه وهذا يبتزه وهذا يعدي للقضاء، يبتزه تقول بيان سور، وهذا يعدي للقضاء شنو سيلياس؟
كلام كبير. لا هذا الكلام هذا الواقع، تحبوا نحكيو على الواقع ولا تحبوا نحكيو على لا نعرف ما نقعد نتاكد معاك. هي هذا الواقع، هذا الواقع ابتزاز مالوغوزمون، مالوغوزمون هذاك واقع تونس. على كل حال عنده برشا قضايا مرفوعه هو بتخبي بالحصانة. انا كريت وانا كنت نعرفه شوقي طبيب، كريت انه غيرمون يخدم في قضيه محاماه. علاش ترتوش من الاول؟ ما زلت حال الكتاب كما يقولوا. انا شقعت كنت حل الكتاب عليه وعلى غيره باش نشوفه فانا الثنيه ماشي. وبالكش هو زاد انخرط في العمليه هذه بتاع انه الحكومه هذه تمشي على روحها خوفا منه انه يتنحى. انخرطت فيها وانخرطت فيها وغذاه وقال غلط. هو مقدمين به قضيه، معناتها الشركات مقدمين به قضيه والاشخاص مقدمين به قضيه. فما حوايج بتاع بريمير اني بريمير تاع هو يقول لنا الشركاء مقدمين به قضيه. فما شركاء، فما كذيب قالهم، فما حجاج اللي يتحاكم عليهم بالحبس، فما كذيب في الدوسي. في الدوسي مثلا يجي يقول اللي انا مثلا كنت وكيل الشركه وانا مانيش وكيل الشركه. يقول مثلا لي انا مرتي تملك اسهم ومرتي ما تملكش. يعني حوايج معناتها حوايج خطيره، وهذه عملها مع العباد الكل. وتشكي به انا خذيت قرار اني ما نشكي حتى لما انا رئيس حكومه. اما توا مكلف اي واحد معناتها ساهم بصفه او باخرى الكل باش يشكي بهم. انا كلفت المحامين، انا كرئيس حكومه في الموقع هذيك لا حبيت نخرج في الاعلام بالكش كانت غلطه، ولا حبيت نقدم قضايا بالعباد. قلت انا في رئيس حكومه اكبر من اني نهبط. تو رجعت مواطن، تو استرجعت حريتي، وكل باش يجي باش يجيو للحساب. ما هيش الحكايه مش تمشي هكاكا معناتها. تحاسب كل واحد يتحمل مسؤوليه اللي عمله. وانت كل وانا كيف كل واحد يتحمل مسؤوليه اللي عمله. والمعركه هذه ساخوذها انا كشخص، وان شاء الله العباد اللي فايقين باللي صاير في البلاد واللي عندهم ذره نتاع حس على العباد هذي وفاهمين ما يقعدوا ساكتين. لان مش حكايه ليس فخفاخ، هذه حريه انه التونسي يعيش في بلاد نظيفه وما ما يعملولوش حكايه ويهدوه. والخوف بدا يرجع، والخوف رجع، بدا يرجع عند التوانسه الخوف. عند الياس؟ لا عند الياس سيئ، ولا متخلف في السياسه ولا مشروع قابل لكل شيء. لكن انا قابل لكل شيء. تو حكينا على رئيس الحكومه، لكن نحب ما عادش ما عادش رئيس الحكومه. الياس اليوم موجوع ما من ما الموضوع هذا. الياس وسخوه، الياس سرقوه. الياس مازال في عين برشا عباد عنده 44 مليار. ربي ظهر الحق، وفما ايه قرانيه تقول يا ايها المؤمنين اذا جاء فاسق بنبأ فتبينوا، يحكي على العباد، تبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وانا متاكد اللي العباد اللي يا اما انخرطت في العمل في الجوقه هذه مجوع، لانه جزء كبير انخرطت راهو ماهوش الياس فخفاخ موجوع من الموضوع هذا. انا موجوع انه في تونس بعد 10 سنين. الياس خلينا في تونس. لا انت اليوم انا موجوع، هاني قلت لك انا كالياس فخفاخ تخلف السيف اللي قدامه اللي وراه وجاء للعمل السياسي بفكره انه بلادنا تتعدى، انه ما زلنا نجم نخلق راي عام بالفلوس الفاسده وبالبيع والشراء. وقت اللي انت عندك قضيه وينجحوا موجوع، لانهم نجحوا وربحوا، ربحوا شوط ما ربحوش المعركه، المعركه ما زالت متواصله. انتم عندكم معركه باش تخوضوها، ما زالت متواصله. القضاء عنده معركه، الاداره عندها معركه، السياسيين عندهم معركه، والياس فخفاخ واحد منهم عنده معركه. يا اما البلاد تتصلح ويخرج، مش يخرج 100% في المال الفاسد. تو المال الفاسد العباد متخبيه، العباد تجي عمليه الانتخابات بلديه ولا تشريعيه تهبط وتطلع جماعتها، ومن بعد تبدا تمشي فيهم وهكا تشوف فيهم وهكا تشوف المستوى وتشوف الكلام وتشوف العباد ايش قاعده تعمل وهكا تشوف العباد كيفاش ملكت كراهب وديار وكل شيء في 3 ولا 4 سنين ما كانوا يكسبوا حتى شيء. المال الفاسد يخرب في البلاد، يخرب في الاعلام، ويخرب ويحب يخرب الهيئات ويحب يخرب الإدارة. وللأسف كل واحد في باله معناتها الأمور باش يفلت منها هو باش يبني عملها. حتى رجال أعمال يسخر روحه هو ينجم يسلكها وحده. ما فماش هل الخلاص الفردي في الوضع اللي احنا فيه؟ ما فماش خلاص باش يكون جماعي. يا أما بلادنا نمنعوها، يا أما بلادنا باش تمشي في حيط والناس الكل باش تضر، وخاصة اللي قاعدين ساكتين يتفرجوا. الربوة هذه قضية اللي يصفخ فيها يدبر راسه، وانا مانيش فاهمها وما يحاولش حتى يفهمها شيء الحكايه. وحتى فاهمها هذوما فمش برشا فاهمينها، اما ما يخرج تكلم دافع فيش
دافع على القضيه، ما دافعش على الاسفخفاخ، دافع على القضيه، دافع عن القضيه انه البلاد يتشدها المافيا، يشدوها الناس الصادقين اللي هما يحبوا يخرجوهم، العباد الكفاءات. مازال فما كفء اليوم يجيك وزير، الناس تجي وزير على 4 شهور 5 شهور يسيف في اللي قدامه واللي في اللي وراه. تو انا خذيت الخيار هذا من 2010، فما عباد كي جيت نشكل في الحكومه قلت لهم بربي انا نعرفكم وطنيين وتحبوا البلاد، وكنت تقولوا لي كي كنا في فرنسا احنا مستعدين مستعدين باش نضحيوا ونسيبوا ونجيوا، يجيوا ومن بعد 4 شهور متمرميد يلقى روحه سيب في اللي قدامه واللي وراه. شنو هي البلاد هذه؟ مازال يجيك عبد يسيب برا يقول لك امورك. ولهذا معناتها اليوم معركة يا إما نربحوها يا إما الفساد باش يربح ويا خيبة المسح. شكرا إلياس فخفاخ، شكرا لرئيس الحكومة السابق، شكرا اللي جيت بحذانا وحكيت معانا بصراحة ومش بلغة الحشبية بالخشبية وبتلقائية، وعسيتك في الأخر تأثرت وعينيك زغلت إلياس. وانت زاد والله رفيق ما نعرفش الكاميرا إلياس فخفاخ كنا نراو فيك معناها كالراجل كلي حتى الانس ممكن ما كناش نراو فيك انسان كيفنا، اليوم في بلاتو عينيه مزغله بدموع ومتأثر. لا لا هو معناتها انا نتأثر، نجم نكون قوي في مفاوضات نكون قوي برشا، اما فما حاجه من داخل اللي هي هكا تخدم فيك، حياتها كل تخدم فيك، حكايه انه تونس تتبدل، حكايه انه العبد يلقى روحه فيها، انه بلادنا تولي نظيفه، انه الزوالي ما يضيعش، انه تولي فما عداله، انه الفلوس ما تكونش في عند جزء في 10%، انه المدرسه نتاعنا ترجع كما انا خارج من المصعد الاجتماعي وانا خرجت كما قلت لك من باب الخضره، انك توصل وتوصل في شركات كبيره، الوليد اللي جاء هذا هالحلم هذا معناتها تعيش فيك، كي تراها قاعده تفلت وقتها تولي تزغل لعينيك. شكرا الياس فخفاخ، شكرا اللي يتفرجوا فينا الكل، اقعدوا معنا فاصل ثم نعود.